بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغفار يا عباد الله، لا زال الاستغفار، لا زال الاستغفار أمان لنا، بقايا الصالحين وهم قليل في زمان الفساد، في زمان انحلال القيم، في زمان كثرة الذنوب والمعاصي، لا زال الله راحمنا بالمستغفرين، لا زال الله يرحم هذه الأمة بأولئك الصالحين الذين سالت دموعهم في أجواف الليالي وفي الأسحار يستغفرون الله. فيا معاشر الأمة، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. انظر، أول عوامل النصر، أول عوامل العزة، أول عوامل عون الله ونصر الله وتوفيق الله، أول ما سأل الله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فما جزاء الاستغفار؟ فما جزاء التوبة إلى الله رب العالمين؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الاستغفار يا عباد الله، الاستغفار يا عباد الله. خطبة الجمعة لأبي عبد الرحمن رشاد بن عبد الله القدسي وفقه الله تعالى، والتي ألقيت في مسجد الوير في الحديدة في 27 من شهر جمادى الآخر عام 1441 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من الضلال والنار. معاشر المؤمنين، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أيها الناس، آيات عظام من محكم القرآن يبين فيها رب العالمين أن من محكم أمره وأن من عظيم بيانه للأمة أن هذه الرسالة المحمدية رسالة بشارة وإنذار، بشارة ترغيب وترهيب، وأنها جاءت بعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد وحده لا شريك له ولا ند له جل في علاه، وأن الأمر دائر بين أمرين عبادة تصلح بها الدنيا والأخرى، أو ذنوب ومعاصي وتول وإعراض هي خراب الدنيا والأخرى. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا عن عبادة الله وإن تولوا عن التوبة إلى الله وإن رفضوا استغفار ربهم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إنه الشقاء كله ذنوب، رأس خراب البلاد،
والعبادة، وعلاج ذلك الاستغفار. الاستغفار طلب مغفرة الذنوب، ألسنا أهلها؟ إي والله إننا أهل الذنوب والمعاصي، ما منا من أحد إلا وقد غرق ولا زال معرض إلى الذنوب والمعاصي، وذنوبنا هي التي أفسدت الأرض وما عليها، ذنوبنا هي التي أفسدت معايشنا، ذنوبنا هي التي سلطت علينا أعداؤنا، ذنوبنا هي التي أذلتنا. ودواؤنا باستغفارنا لربنا، والذي رفع السماء لا يغير الله حالنا حتى نغير ما في أنفسنا. الاستغفار يا عباد الله، الاستغفار الذي صحب الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم، والله يأمرهم به ويأمرهم أن يأمروا أممهم به. أما سمعتم قول الله جل وعلا يخبر عن أبينا آدم، أول ما أخرج إلى هذه الحياة الدنيا من الجنة، قال الله مخبرا عنه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح أول رسل الله إلى الأرض يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أكن من الخاسرين. أبو الأنبياء إبراهيم إمام الملة عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف كان شأنه مع استغفار الله رب العالمين ومع أمر الله القائل له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أمره استغفر له ولي أمته للمؤمنين والمؤمنات، بل حين أتم الله به الرسالة وأكمل به الدين وأتم النعمة وجاءت مواعيد انتهاء العمر الشريف العظيم، أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا. علامة على أجله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرب أجله، فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ما فارقها صلى الله عليه وآله وسلم، كان في كل مجالسه يستغفر الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. في المجلس الواحد كلما جلس لسانه استغفار، بل كان يقول كما في الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر إلى الله في اليوم 100 مرة. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نستغفر، أن تكثر من الاستغفار. الاستغفار قوة، الاستغفار قوة، الاستغفار نصر، الاستغفار عزة، الاستغفار تمكين. كل الأنبياء والرسل جاءت عزتهم، جاء نصرهم، خذل الله عدوهم باستغفارهم لربهم. اسمعوا قول الله جل وعلا مخبرا عن هود وهو يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اسمعوا قول الله عن أنبيائه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. انظر، أول عوامل النصر، أول عوامل العزة، أول عوامل عون الله ونصر الله وتوفيق الله، أول ما سألوا الله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصبنا على القوم الكافرين. فما جزاء الاستغفار؟ فما جزاء التوبة إلى الله رب العالمين؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر،
بالعزة بالتمكين بالحياة الطيبة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وما عند الله أعظم، وما عند الله مما ينتظرهم من العطاء العظيم أعظم. طوبى لهم، طوبى لهم، طوبى لمن أكثر من استغفار رب العالمين، طوبى لمن ملأ أسطر صحيفته بالاستغفار. روى الإمام النسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، طوبى له، حياة طيبة له، رضوان من الله العظيم له. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عباد الله، طيب الحياة، طيب الحياة، الرزق الوفير، الرزق الوفير، المال والبنون، راحة النفوس، صلاح القلوب بالاستغفار، بالاستغفار. ذكر الإمام القرطبي عن الربيع بن صبيح قال: جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه الجدب، فقال له: استغفر الله. جاء إليه آخر يشكو إليه فقره وجوعه، قال له: استغفر الله. جاء الثالث يسأله الدعاء أن يرزقه الله الولد، قال له: استغفر الله. فجاء الرابع يشكو إليه قحط بستانه وذهاب زرعه، قال له: استغفر الله. فقال له الربيع ابن صبيح: يا إمام، جاءك رجال يشكون أحوالهم، فكان جوابك لكلهم: استغفر الله. فقال له الحسن: ليس ذاك قولي، إنما هو قول الله. أما سمعت قول الله عز وجل مخبرا عن نوح: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سمعت؟ هذا كلام ربنا. ألسنا نشكو الجوع؟ ألسنا نئن من الفقر؟ ألسنا نشكو من الضعف والهوان والذل الذي أصاب الأمة حتى ركعت لأعدائها وذلت بين أقدامها؟ ها هي اليوم لم ترفع رأسا. وذكرت لكم في الجمعة قبل الماضية تلك الصفعة على الأمة، صفعة القرن. فما حركت الأمة ساكنة، ربما تنديدات وكليمات ألسن لم تسمن ولا تغني من جوع. أمام ذلك الخنزير الأمريكي الذي تجرأ وما
تجرأ لعزته فهو هين ذليل نجس حقير، وإنما تجرأ لهواننا وضعفنا وذلنا. يوم كثرت ذنوبنا وأخطاؤنا ومعاصينا، فعزنا، رغد عيشنا، طيب حياتنا، المال والبنون، الصحة والعافية، العيش الرغيد بالاستغفار والتوبة إلى الله رب العالمين. أتريدون الرحمة؟ بالاستغفار، بالاستغفار. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هكذا قال الله. نطلب الرحمة ونحن غارقون في الذنوب والمعاصي، نطلب الرحمة وقد ظلمنا أنفسنا وقد ظلمنا غيرنا. أليست الغيبة متأصلة في كثير منا؟ أليست النميمة؟ أليس منا من يقطع الصلاة؟ أليس منا من يسرق، من ينهب؟ أليست الرشوة عمت وطمت؟ أليس الزنا فشى؟ أليست الأغاني تعلن ولا نكير؟ أين المسؤولين؟ عبر المكبرات يعصى الله ويؤذى عباد الله في الأعراس، أغاني، فجور، فسوق. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا حكام، يا مسؤولين، يا مدراء؟ ونطلب العز. هذا منكر عظيم، منكر عظيم، فشى وانتشر. وإن نصحت ربما سببت ورجع اللوم عليك، فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذل، ويضرب الله العقوبة على الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم، لتدعنه فلا يستجاب لكم. أليست تلك المكبرات التي ترفع أصواتها العاهرات منكر يغضب رب الأرض والسماوات؟ وإذا غضب الله علينا فمن يحول بيننا وبين غضبه؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، الله رحيم، لكنه إذا غضب أخذ أخذ عزيز مقتدر. فإني أناشد من على هذا المنبر المدراء، مدراء الأقسام، مدراء الأقسام، أناشد من ولاهم الله أمرنا أن يزيلوا هذا المنكر، فوالله إنه يغضب الله رب العالمين علينا. تلك الأماكن القذرة، أماكن الألعاب، الضياع التي انتشرت في شوارعنا وانتشرت في بلادنا، يبقى فيها جيل الأمة بين النظر إلى العاهرات، بين النظر إلى الفجور والمسلسلات، بين ضياع الأوقات إلى منتصف الليالي، منكر يغضب رب العالمين علينا ويصيبنا بالذل والهوان. فاتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا،
مروا بالمعروف والنهي عن المنكر فالله سائلكم علينا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ما أنت قائل لربك، ما أنت قائل لربك والمنكر أمام عينيك والواجب أن تغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهؤلاء أنتم، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا واجبنا من على منابرنا وفي دروسنا وفي نصحنا، فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان. ننكر المنكر وندعو الله زواله، والواجب التعاون لأجل أن يرحمنا ربنا، لأجل أن ينصرنا ربنا. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الأمة، تأملوا كلام الله وتدبروا هذا الكتاب العظيم الذي جعل الله فيه من أعظم ما أنزل الأخبار قصص الأمم السالفة. يتبين لكم أثر البعد عن استغفار الله رب العالمين. ها هو يخبرنا عما جرى للأمم مع أنبيائهم وأخباره كثيرة. على سبيل المثال، صالح نبي الله يقول لقومه كما أخبر الله عز وجل: فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. أي يا قوم استغفروا الله وتوبوا إليه. فأعرضوا وقالوا: اطيرنا بك وبمن معك، فماذا كان الجزاء؟ أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن تاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، فماذا كانت النتيجة؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. لعنهم الله في الدنيا وتصاحبهم اللعنة في الأخرى. وهكذا أخبر الله عز وجل عن شعيب وهو ينادي قومه، وهو ينادي قومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فماذا كانت النتيجة؟ أخذتهم الصيحة، قطعتهم، قطعتهم، أهلكتهم. أرسل الله عليهم غضبه وشدة انتقابه. وإنا والله لم نأمن من هذه العقوبات إلا بأمانين،
لم تأمن هذه الأمة من العقوبة العامة كما أرسلها الله على من قبلنا من الأمم إلا بأمانين عظيمين رب العالمين ذكرهما في كتابه. تأملوا قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى: لهذه الأمة أمانان، لهذه الأمة أمانان. كان الأمان الأول هو وجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فداه أبي وأمي، أنا أمانة لأصحابي. كان أمان، وجوده أمان، فذهب إلى ربه ولحق بالرفيق الأعلى، وأبقى الله لهذه الأمة الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا زال الاستغفار، لا زال الاستغفار أمان لنا. بقايا الصالحين وهم قليل في زمان الفساد، في زمان انحلال القيم، في زمان كثرة الذنوب والمعاصي، لا زال الله راحمنا بالمستغفرين، لا زال الله يرحم هذه الأمة بأولئك الصالحين الذين سالت دموعهم في أجواف الليالي وفي الأسحار يستغفرون الله. فيا معاشر الأمة، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله. لو تقنطوا من رحمة الله، احذروا ثم احذروا أن يقنطكم الشيطان. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا إمام، إنا والله لنستحي من الله أن نذنب ثم نستغفر ثم نرجع ثم نستغفر ثم نرجع ثم نستغفر. فقال: ويحكم، ود الشيطان لو ظفر بهذا منكم. لا تقطعوا الاستغفار، لا تقطعوا الاستغفار مهما عظمت الذنوب والمعاصي، استغفروا الله. ومهما تكررت الذنوب والمعاصي، استغفروا الله. أخرج أصحاب السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الشيطان: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي، لا أبرح أستغفر لهم ما استغفروني، لا أبرح أستغفر لهم ما استغفروني. فسبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. جعل التوبة مقبولة ما لم يغرغر. ونادى، ونادى في كتابه، وأمر نبيه أن ينادي، أن ينادي في العباد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا، انظروا هذا التعبير القرآني العظيم، ما قال أذنبوا، قال أسرفوا، كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، لكنها ليست بأعظم من رحمة الله جل وعلا، الذي قال كما في الحديث القدسي العظيم: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلازم الاستغفار، لازم الرجوع إلى الله. أفسدنا برنا وبحرنا بذنوبنا، كل امرئ منا ينظر في خاصة نفسه، كل واحد منا بذنوبه سبب فقرنا، سبب ذل هذه الأمة، سبب تسلط الأعداء علينا، سبب تمزقنا وتفرقنا وتباغضنا الذنوب المعاصي. فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، هذا سبب الذنوب والمعاصي. لماذا تفرقنا تباغضنا؟ لماذا يحسد بعضنا على بعض؟ لماذا صار الواحد منا يريد أن يأكل أخاه؟ الذنوب والمعاصي. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. ذنوبنا فرقتنا، ذنوبنا هي داؤنا ودواؤنا استغفار ربنا، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله. من سره أن تسره صحيفته غدا فليملأها بالاستغفار، فليملأها بالاستغفار المنبعث من القلب والذي تنطق به اللسان، وليس استغفار من غير اعتقاد في القلب. استغفر بلسانك وقلبك وجميع جوارحك، بهذا يرفع المقت على هذه الأمة. وإن بقينا معرضين عن الاستغفار عن التوبة فلا يزيد ذلك إلا بلاء ومصائب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا ترمي اللوم على فلان أو علان، كل امرئ منا سبب من أسباب ما نحن فيه، من أسباب ما نعانيه. فلنتب، لنستغفر، لنرجع، وأبشروا بالخير، أبشروا بالناصر، أبشروا بالتمكين، أبشروا بالعزة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم ارفع هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اشغله بنفسه، اللهم أرنا فيه آية سريعة تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بالمتآمرين على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واقتلهم بحدهم وحديدهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم عجل بنصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.